الفنية، وتتابعون في فقرتنا التالية حوار خاص ومتميز مع المصور العالمي خالد أبو الذهب للحديث عن أبرز إنجازاته، فلا تفوتكم متابعته. مشاهدينا أهلا بكم ضمن فقرتنا الفنية الثالثة لهذا اليوم، ونتناول فيها موضوعا فنيا مختلفا عما اعتدنا تقديمه مع ضيف متميز جدا. فضيفنا يعشق فن التصوير الذي ترجم من خلاله أحاسيسه وحولها إلى وقائع بالصور، وأولى هذا الفن اهتماما بالغا راعى من خلاله التطورات العملية والتقنية. فناننا يملك خيالا خصبا استطاع به أن يخلد الذكريات واللحظات الحلوة للكثير من الأشخاص، واليوم هو يتجه نحو تدريس هذا الفن ونقله إلى الجيل الجديد من الموهبين الشباب. رحبوا معي مشاهدينا بضيفنا باستوديو المصور العالمي خالد أبو الذهب. أهلا وسهلا فيك. أهلا وسهلا بك يا فاتن. أنت تصورني طب أستنى مع السادة المشاهدين الأول. أهلا وسهلا بك وأهلا وسهلا بأعزائي المشاهدين، و هصورك يا ستي بعد ما اخلص على طول. ليه التصوير؟ ليه اخترت هيدا الفن بالذات من البدايه؟ والله هقول لك حاجه، يعني مش هقول لك بقى ان انا من زمان كنت بصور وانا صغير، انا وصغير يعني. بحب لا انا مهندس وخبراتي العمليه في مجال الادفرتايزنج والتسويق. بس كنت في الجامعه بشغل موديل في الاعلانات، فزي اي حد كنت تصور بالكاميرا. يعني كنت قدام الكاميرا. فاستهواني شويه الموضوع، ان ايه اللي بيحصل في الكاميرا، الواحد بيطلع منها حلو قوي. فابتدت تبقى عندي هوايه في التصوير، حسيت ان هو الواحد بيشوف حاجات ما بيشوفهاش في حياته العاديه من خلال الكاميرا، فاستهواني جدا الموضوع ده. طب التقيت بشخصين او بمصورين عالميين وهن اللي خلوك يعني تقتنع اكثر، ولو ما هن وين كنت هلا صرت؟ انت شكلك عارفه. مش عارفه يعني لو ما هالشخصين هلا كنت قاعد معي عم تعمل مقابله وكنت عم اقول لك انت المصور العالمي؟ اكيد لا، اكيد لا خالص. انا كنت بمصور. كنت عم تاخذ بوز على الكاميرا. ممكن ممكن كنت بقيت ممثل او حاجه. لا هو الفكره ان انا تلاقيت سنة 2003 مع مصور عالمي اسمه ماري كوكر. كنت قبليها طبعا حاسس ان انا بقى بصور بقالي كتير والناس كلها صورك حلوه والحاجات دي، بس لما احتكيت بالراجل ده واداني علم فعلا التصوير، شفت ان انا فعلا زيرو في التصوير، وان في دنيا تانية خالص لازم الواحد يروح ليها في التصوير، فغير حياتي. يعني هو ده اللي خلاني اتعلم تصوير، او ان انا اروح في التصوير بشكل محترف. يقولوا لها هم فعلا ما كنتش قاعد معاك يعني منيح التقيت فيهم. المصور بيشوف شيء الشخص العادي ما في يشوفه، يمكن هيدا الفرق بيني وبينك اليوم هون. شو بتشوفوا انتم نحن ما فينا نشوفه؟ هو احنا بنشوف ناس انت بتشوفوه بس بزياده شويه. يعني الفكره ان انت من كتر ما الواحد عينيه بتاخد على ان هو عايز يطلع كادرات مختلفه للشيء اللي الناس اتعودت عليه، عايز يشوفه بزاويه ثانيه، وكمان بيشوفوا من خلال العدسه. فانت اول ما بتشوف من خلال العدسه بتدركي حاجات ما كنتش شايفاها وانت بعينك طبيعيه، فبالتالي بيتخلق لك احساس مختلف بالاماكن. يعني مثلا اديكي مثال، احنا عندنا هنا في دبي طائر النورس. طائر النورس وهو بيطير بيدخل رجليه الاثنين جوه الريش بتاعه. انا اول مره اعرف المعلومه دي لما شفته من خلال العدسه. شفت صوره واو، ما لهوش رجلين فعلا زي الطيار، او الطياره هي اللي زيه بمعنى صح. فبتدي انت يبقى عندك معرفه واحساس بالاشياء، عين تانية، بيجي لك عين تانية في التصوير. شعارك هو انه لقطة ممكن تغير من حياتك. شو هي اللقطة اللي غيرت من حياتك؟ أو ليه هيدا هو شعارك؟ اوكي، هو في لقطات كثيرة قوي كانت سبب تغيير حياتي. طبعا من ضمنها اللقطة بتاعتي اللي فازت في مسابقة هنتكلم عنها بعدين. انما اللي شفته أكتر وأثر فيا اللقطات اللي غيرت حياة الناس. أنا بصور ناس مثلا، حد مثلا أو واحدة مثلا ما عندهاش ثقة في نفسها إن هي هتطلع جميلة قوي. في ناس كتيرة قوي بيقولوا إن إحنا مش بنطلع حلوين في الصور، أو بيجي يشوفوا نفسهم بجد بتشوفي انعكاس ده عليهم وعلى شخصيتهم إزاي، بيزيد من الثقة عندهم، بحس فعلا حياته اتغيرت. فمن كتر ما شفت ده مع كذا من حد حسيت إن هو ده السلوجان المفروض يتحط أخده ليا يعني. طيب حكينا عن الجائزة هيك مرقناها، بدنا نحكي عنها. جائزة مين خد جوائز؟ بروفوتو، جائزة بروفوتو العالمية. كنت ثاني صورة، جائزة الأفضل ثاني صورة
لمصور عربي كنت الوحيد. خبرني تفاصيل. برو فوتو دي من اكبر شركات العالم في شغاله في تصنيع معدات التصوير. فهم شغالين في معدات الاضاءات، اخترعوا جهاز. الصوره عم نشوفها على الهواء نحن والمشاهدين. اخترعوا جهاز اضاءه اسمه برو 8. الجهاز ده بيعمل 20 فلاش في الثانيه. ف 20 فلاش في الثانيه دي تمكنك ان انت تعملي تجميد للزمن او لاي حاجه بتتحرك حواليك. اوكي؟ حلو. وهم عملوا طرحوا المسابقه للمصورين المحترفين في جميع انحاء العالم. هيدي هي الصوره اللي فازت بالجائزه الثانيه. دي الصوره اللي هلا هيدي البيضه طبيعيه اما طبيعية. فوتوشوب؟ لا طبيعيه بس معمول لها تحسين بالفوتوشوب. لما هي طايره طبيعي طبعا. التحسين في شكل البيضه وهي طايره بالظبط. يعني في علم الموشن فوتوغرافي ان انت اصلا ممكن تاخدي كل ده منفصل وتجمعيه بعد كده على الفوتوشوب. انا شويه عشان عندي تحفظ على الفوتوشوب بحب اخد الشوت لايف. فكل اللي انت شايفاه ده لايف وهي بتطير والفوج تحتها والبيضه بتطلع كله هيدا تصوير شوت. لايف بالظبط اللي عم بين الصوره فوتوشوب يعني بيضه محطوطه. لا بنت لا خالص. طب خالص. شوفي حتى نظرها بصي عينيها لو خدت خط مستقيم من عينيها رايحه على البيضه اللي طايره مش رايحه على البيضه اللي موجوده تحت. صح. الموشن فوتوغرافي خبرني اكثر عنها، يعني هلا موجوده بدبي مش موجوده بالعالم العربي وينها؟ هي الفكره الموشن فوتوغرافي